اكيد نفكر بنتيجه مباراه النادي الافريقي وشبيبه العمران. تقريبا وصلنا 36 دقيقه لعب والنتيجه 2-0 لصالح النادي الافريقي امام شبيبه العمران. الهدف الاول جاء في الدقيقه السادسه عن طريق كينغسلي دو. في الدقيقه 11 حمزه بن عبده يضاعف النتيجه لفائده النادي الافريقي امام شبيبه العمران. وليد منذ قليل في الكوليس كان جدل بيني انا وياك على هدف كينغسلي دو في تسلل ولا ما فيش تسلل. تسلل معناتها مليمتر بري الديفونسور كان رزين في الخروج ما خرجش، كان خرج ايدو باش يكون في التسلل. الخط الدفاعي كل خرج وهو قعد روتري بخطوه متضيع العمليه ككل. اون بلوس لونتام اكسيلون تاع النادي الافريقي سورتو على لي بالاريتي وقبولك اهداف معناتها في ال 13-14 مينوت دو جو تقبل زوز اهداف معناتها يوريك اللي لا مونك ديكسبيريونس بيتيتر لي ريكروتمون اللي عمل مع عبد السلام بوحوش يعني ما كانش رزين فيهم بصراحه نقولها لك. يعني كان صعيب ياسر مع لوميناجير ويعتقد بروحه اللي هو معناتها اللي كابابل دو تو جيري. بار كونتر جاو راهم دي جوار دي بريزيليان قبل حتى لاعب اجنبي لا لا ما قبلش ما قبلش يعني داكوردو من ديفيزيون 2 يوجد حتى في التروار او يوجدوا في النار ما لا يوجدوا في البحر. مي خويا راك باش تلعب ضد الافريقي ضد الترجي ضد السي اس اس وضد ليتوال كي يرجعوا معناتها في التوب نتاعهم ما تنجمش راه ما تنجمش تجري من غير دي جوار دو تري او نيفو اللي طلعوا لك في النسق واللي يكون عندهم الاكسبيريونس وينجموا معناتها يهزوك الليفل واحد اخر كي بنربطوا مع الاسبيرونس تشوف معناتها ما قبل يوسف البلالي وما بعد يوسف البلالي فهمت يعني ان جوار دو جوار اترونجي دو 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 فالور تكنيك واللي تحب انت ينتقلوا بيك راهو من مرحله اخرى. ما واضح وليد انت خذيتني للترجي الرياضي التونسي كي حكيت على يوسف البلالي. اكيد يوسف البلالي سجل ثلاثيه يوم امس امام ديكادا الصومالي. منذ قليل تحدثنا عن الاتحاد المنستيري والمظلمه الكبيره والهارس له المضايقات لفريق الاتحاد المنستيري ممثلنا الثاني في كاس رابطه الابطال الافريقيه. للترجي الرياضي التونسي يدق شباك ديكادا الصومالي بثمانيه اهداف او يوم ترشيباك ديكادا الصومالي بثمانيه اهداف نظيفه. مباراه الذهاب انتهت برباعيه 4-1، مباراه الاياب 8-0 لفائده الترجي الرياضي التونسي. يظهر لي وليد البارح شفنا عرض هجومي بالنسبه للترجي الرياضي امام ديكادا الصومالي. انا شوف ناخذ المقابله من جانب اخر اللي هو ولا جديد في الاسبيرونس ما كانش موجود. كان موجود قبل في عهد طارق ونبيل معلول خالد بن يحيى شكري الواعر ناصر شوشان. كان الترجي وقت تجيها جمعية تستاهل تاكل ثمانية تاكل ثمانية تاكل سبعة تاكل سبعة في بطولتنا. الماتش اللي تنجم تربحوا باربعة تربحوا باربعة داخل برا هذيك ليدونتيتي نتاع ليسبيرونس. شفنا مقابلة لالي الأسبوع الفارط فما تغييرات كبيرة برشا صارت على مستوى التشكيلة طريقة اللعب هذيك هي يموتوا يحيى في الأربعة 3-3 معناتها ميم با يحاول يغير في الشيما التكتيك نتاعه. ولكن وقت اللي خذا لاري عزوني بقعة أولو وعبد الرحمن كوناتي كيف كيف شفناه معناتها لأول مرة تيتولير شفنا كيباسوي اللي أنا بيرسونيلمون مانيش متفاجئ بالروندمون نتاعه معناتها ناتاكون دو بوانت اللي تنجم تتك عليه دايور دو اسيست من كيباسوي وهدف وكان شارك زاد لافون ديرنيير باس في احد الاهداف معناتها كان افيكاس وكان معناتها في مستوى الثقه اللي اعطته له المدرب. شفنا بشير بن سعيد زاد شارك شفنا بن علي شارك الموسم هذا معناتها دو ان دور ليفيكتيف اللي هبط زاد اعطى لو بلوس خاطر البنك معناتها ريش برشا نتاع ليسبيرونس سون اوبليي رودريغو رودريغيز وبوغرا اللي قاعدين يجري وصدام زاده معناتها البقعه غاليه برشا ولات في ليسبيرونس. الفريق المنافس ماهوش فريق معناتها كبير اللي معناتها يقلق ترجي راضي توسي لكن رد بالك ما تنساش
اللي عمناول فريق كيما دار بهير عمل مشكله للفرق التونسي. ما تنساوش راهو فريق كيما اكاديميكا نعرفش منين ما انا بلاد قلقنا برشا في تونس. ما تنساش حاجه اخرى، السي اس اس لعب ضد فريق مغمور ربحت انا زيرو اونجيو هاي اي لا نربط لك انا معناتها باش تفهم النيفو نتاع الفرق. نفس الفريق الاسبوع الفارط راك عملت معاه اربعه بلاش اربعه بواحد فهمت، وما عملتش حاجه كبيره ما عملتش بريستاسيون كبيره بالانسومبل. يوسف البلالي سكت برشا ناس معناتها على العمر وعلى البوا زايد وعلى يوسف البلالي حتى يلعب واقف محمد يلعب واقف مي خرج تروح برشا كلام وليد على ذكر يوسف البلالي تقال في يوسف البلالي بما فيهم حتى الخضراوي خير من يوسف البلالي فما مقارنات صارت ما بين الملاعبيه وحتى في الانتدابات نتاع الفرق ولاموا على الترجي هذه التونسي كيفاش جاب يوسف البلالي كيفاش تجاوب وليد؟ والله شوف انا نتبع في مولوديه الموسم الفارط، مولودية عندها سنوات وسنوات ما زدتش البطولة في الجزائر رغم الميزانية الضخمة اللي عندها. هزت البطولة الموسم الفارط بيوسف البليل اللي تي لو بيتور لي ميور جوار في ليزاسيست يعني بالارقام، ولعبت فينال كاس الجزائر بالارقام. يوسف البليل عمني والعمل موسم ناجح جدا جدا توجب بلقب لقب البطولة اللي هو معناتها السنوات كان غايب على المولودية العريقة. ولكن كي تجي انت تحب معناتها تعمل نومبر دو فيو تقول كريستيانو رونالدو راهو مثلا اكس خير منه فهمت، كي تحب تعمل سارتان نومبر دو فيو العباد تحكي عليك وتتكلم عليك تقول مميش ماهوش حارس تقول امان الله مميش اللي هو شوف شوف معناتها السذاجه بالارقام راني نحكي لك ماخذهم من الاداره الفنيه تاع المنتخب والله العظيم من محب راء من لا ميميش باللي ستاتيستيك احسن جارديان دو بيوت يلعب ساقي في تونس ارقام عامني والكل احسن جارديان دو بيوت يلعب ساقي في تونس مش معناها ما يغلطش يغلط اوليفير كان غلط شكري الواعر في كونترول تعديت تحت ساقه لي جران جارديان في العالم تيني شتايجر الجمعه اللي فاتت ما شاء الله عليه معناها يعني لو جران جارديان انا شو نقول راهو هو اللي يعمل لي جراند فوت جراف اللي مات ديبيوت جاك تقعد به تقول كيفاه النيفو هذا الكل يقبل لك هدف يلا غالب هذيك هي لا مانك دو كونسونتراسيون او بيان ليكسي دو كونفيونس الثقه المفرطه راهي تعمل زاد. ولكن دو لونسومبل باش نرجع نعلق على الكلام اللي قالوه معناتها الناس اللي تحب تعمل البوس شوف الاعلام راه باش يثقف الجماهير ويوريهم معناتها الغث من السمين كي ننحازوا احنا ونوليو نلوجوا على البوس ونوليو نلوجوا شو نقولوا البلالي البلالي ولد ليسبيرونس والبلالي ما يكسالي كان في ليسبيرونس والبلالي جا مشاكل كبيره المره الاولى وجا رجع المره الثانيه هز دو تشامبيونز ليغ وعارف روحه السنه يوسف جاي للترجي فما اوبجيكتيف برك يعرف البطوله في الترجي ما يتكلموش عليها برشا يعرف الهدف نتاعو تشامبيونز ليغ ورئيس النادي محمد هو اللي قام بالصفقة هو اللي أصر وألح على يوسف البلالي خاطر يعرف الفالور نتاعه. يوسف يحب جو الاسبيرانس يحب هو انستار ويحب روحه مدلل ويعرف الجو هذاك ما يلقاه كان في الاسبيرانس خاطر راهو الموسم الفارط رغم الروندمون نتاعه الجماهير الجزائرية تحسب له في قداش يخلص من مليار يعني فريمون كريتيك كبير 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 برش يوسف. بو البارح يوسف ولو ضد فريق متواضع يعني نقول له كان فريق متواضع ولكن اللي تي بريزون لعب كرة صحيحة لعب كرة قدام يخرج لك باس هو واقف يخرج لك بالانتريور بالاكستريور اسيست يماركي لوب اللي تحب انت يعني اللي في كرة القدم كل عملهم البارح يوسف البليل ولو ضد فريق متواضع. يا اخي تو كي باش نحكيو هكا راهو ترجي رياضي عملت البريباراسيون تاعها زاد ديبي سيزون ضد فرق متواضع ماهيش تترينا اصلا ولكن ما عملتش البريستاسيون في الاوفيسيال اللي بداتها كيما عملتها البارح حاجه باهيه يبني عليها الاسبيرونس بتبيع الاسبيرونس مش باش تغلط باش تتغير الامور في دور المجموعات ايضا اكيد مش نلقاو ديك تاع السوماري باش نلقاو فرق اخرى في دور أكيد. المجموعات لكن شوف انت عم ناول علاش احنا حيينا كاردوزو ومجدناه خاطر بالليفكتيف الموجود بال11 جوار اللي عنده ودو شونجمون اللي هما الوهابي والعايب فقط لا غير
وصلك للدور النهائي واختار كونه يقبل لعب ويلعب ترانزيسيون رابيد والبرميتاسيون ما بين رودريغو رودريغيز وينصاص. خويا اليوم عندك ينصاص على اليمين وعندك يوسف البليلي على اليسار وتستنى رجوع رودريغو. نار الله الموقدة وليت الاسبيرونس القدام حبة من حبة كريه من كريه. ولكن ديما الفيزافي كلمة محلية ذي شيخنا عليها الجمعة ذي الفيزافي متاع الاسبيرونس اي الفيزافي تاع الاسبيرونس راهي تشامبيونز ليك فهمت يعني جمهور الترجي ما ترضيه كان تشامبيونز ليك وعندك بطولة العالم للأندية اللي فيها ترون دوز ايكيب بور لا بروميير فوا راه مش تو مانيش نحكيو عليها تو تو التركيز التام شامبيونا تشامبيونز ليك حضر تشامبيونز ليك باللي ماتش تاع شامبيونا والحمد لله ان شفنا النادي الافريقي بدات ترجع بدات تتعافى النجم الرياضي الساحلي سي اس اس قاعده تخدم في خدمه معناتها مويا دوري ولا لون دوري ولا طريقه البروجي تاع سبورتيف نتاعهم ما نعرفوش شنو مي قاعده ترجع نكملوا في السي اس اس وليد لان حكينا على الترجي الرياضي التونسي سي اس اس واللي انتصر ذهابا وايابا بنفس النتيجه في ملعب طيب الامهيري بيسفيقس امام روكنزول بوراندي بهدف لصفر. شوف ليسونسييل ليسونسييل عديت السي اس اس، السي اس اس مازلت فيها برشا خدمة. أنا عندي ناس معناتها مهمين برشا مشاو تفرجوا في مقابلة المهمين يعني نحكي في الكورة، مشاو تفرجوا في السي اس اس المقابلة الأولى. مدربين يعني وليد. أي أي مدربين، فنيين كبار، أي فنيين كبار. يهمهم برشا باش يشوفوا السي اس اس المصلحة الوطنية. يعني مدرب وطني تقول مصلحة وطنية يعني مدرب وطني هو مش شاهد مباراة أنا شوف مدامني نخدم معاك ما نجمش نحكي على السي اس اس ما عنديش عليه معلوم تفضل ما نجمش نحكي على الإطوال وأنا ما عنديش عليه معلوم السي اس اس ما زالت برشا خدمة لازم برشا وقت لوبجيكتيف نتاعهم موان تيرم ما نعرفش ولا ما نعرفش معناتها مي اكتويلمون ماشي في الثنية الصحيحة لونتمون سيرمون انا بالنسبة لي انا رجعوا لنا كريستو يا خويا يا خويا انا رجعوا لنا كريستو عندنا مشكلة كبيرة في المنتخب على القدام عندنا مشكلة كبيرة كريستو بحول الله قاعد اللي مشى للمصلحة الوطنية زعما ما مشاش يشاهد في كريستو مشى يشاهد في الناس الكل والاقرب الاقرب الاقرب كريستو وليد نتصور يحبوا كريستو يرجع يا رسول الله احنا تو قاعدين نخموا في تجنيس رودريغو فهمت شكون قاعدين تخموا في تجنيس المصلحه الوطنيه المصلحه الوطنيه تونس قاعده تخم تونس قاعده تخم الاطار الفني يعني قاعد يخم فيه الاطار الفني المنتخب الوطني التونسي قاعد يخم فيه وانا قاعد ندز قاعد يخم في تجنيس رودريغو رودريغيز طب بيانتو نبعث له نعديه تصريح لرودريغو رودريغيز اليوم موافق قابل جنسيه وفرحان بينتو نوعدك بها هذه واضح وليد نهاية الشوط الأول من مباراة شبيبة العمران ولا النادي الإفريقي أو النادي الإفريقي وشبيبة العمران فريق الضيف شبيبة العمران بانتصار النادي الإفريقي 2-0 في الشوط الأول نفكر بالأهداف كينغسلي دو في الدقيقة الثامنة وفي الدقيقة 11 حمزة بن عبدة يضعف النتيجة لفائدة النادي الإفريقي وليد كنا نحكيه على السي اس اس ممثلنا الثاني في كأس الكونفدرالية الإفريقية شوية آخر تقريبا 38 دقيقة لعب 38 دقيقة عفوا ويواجه فريق اتحاد العاصمة الجزائري تشكيلة الملعب التونسي اللي مش تنزل أمام اتحاد العاصمة الجزائري في حراسة المرمى سامي هلال الهادي خلف مروان الصحراوي الصحراوي آدم معروف نضال الليفي غازي العيادي يوسف أمارو يوسف توري يوسف الصعفي بلال المجري وزياد بريمة هذه تشكيلة المدرب ماهر الكنزاري التي ستواجه اتحاد العاصمة ومدربه نبيل معلول نفكر بنتيجة الذهاب في ملعب حماد العقربي برادس انتهيت لفائدة الملعب التونسي بهدف لصفر وليد حظوظ الملعب التونسي أمام اتحاد العاصمة الجزائري شوف الاكسبيريونس افريكان مهمة برشا مش عندك انت ماتشوات وش عندك فيكو راي مهمة برشا مهمة على الاخر بالنسبة للساتيونزيان مالوريزمون برشا لاعبين خرجوا في الموسم هذا لاعبين مهمين برشا كيما الخضراوي ولا جويني جويني بن عبده معناتها لاعبين مهمين بدرجه كبيره برشا نفس الشيء الفريق الجزائري غير 90% من الفريق نبيل معلول
يعني باقي قاعد يبني في فريق. وفما انتدابات صارت الاتحاد العاصمة داكورد، ولكن ديما راي الانتدابات انت ماك جايب جور كونفيرمي 100%، حتى كانوا كونفيرمي ما يعطيكش ماتش الاول ولا الماتش الثاني، فما ديز اوتوماتيزم وفما خدمه باش يفهم المحيط ويفهم المدرب. اليوم لو ظروف المقابله تتعدى نظيف، وسامحوني ما تخون الجزائريين في بناء على مباراة المولدية والاتحاد، ما قلناش كلام منا من شيء، ميم ولو الفارق بسيط هدف لصفر، خاطر شوف فما وقت تهبط للتراء وانت في مخك جوست باش تحافظ على هدف، راك باش تقبل هذه ملعبية زي ما تفهم، راك ما دامك هابط للتراء لعبت السونتر وانت الاوبجيكتيف نتاعك انا رابح واحد بشيء ننكمش ونلعب ترانزيسيون، لا يا خويا العب كوره امشي لقدام، وقت لازم تمشي لقدام موجع ليكيب ادفيرس، فك في زون عاليه برشا، خلي الخطر بعيد على المناطق نتاعك، العب على حظوظك كامله، هذه 90 دقيقه 11 ضد 11 يا اخي، توتي بوسيبل اذا كان الظروف المحيطه باللقاء هذايا ظروف تاع كوره. اذا كان ما يجي ظروف كوره راهو اللي صار البارح يعاود يصير اليوم، ونعاودوا نطلعوا معناتها باش نددوا بالشيء هذا. انا شو نقول؟ ستاتيونزيان ماهر عنده الاكسبيريونس افريكان مع ترجي، يقابل فيه مدرب خبير بامور افريقيه، خلي هو نبيل معلول ونادي رواده الحيوم بالمناسبه، شكولو ميورغاني، وان شاء الله معناتها تدور اللقاء في ظروف باهيه. ان شاء الله ان شاء الله، هذا ما نتمناه، انه اللقاء لقاء الملعب التونسي واتحاد العاصمه الجزائري يدور في ظروف طيبه، عكس مواجهه الاتحاد المنستيري امام مولديه العاصمه الجزائري، وان شاء الله بالتوفيق لممثل كره القدم التونسيه في كاس الكونفدراليه الافريقيه الملعب التونسي. اكيد المباراه تنطلق بدايه من الساعه السادسه مساء. تفضل وليد. بالله جوست بكري باش نوضح، نوضح لك اللي كنت كاخويا وصديقي وعرفي لهنا، نحب نوضح لك حاجه، راني انا بكري كي قلت نحبه راني نحكي مصلحه وطنيه، راني كي انا باش نقول لك، انا كي نشوف حاجه في البطوله ولا ملعبي ولا حاجه تفيد المنتخب راني نهز تليفون ونكلم الناخب الوطني. ايوا انا بناء على الكلمه هذيك سالتك قلت وليد شكون يحبه، نوصل وجهه نظر نتاعي، ولحد اللحظه هذه الحمد لله يا ربي وجهه نظر نتاعي فيها موجود فيها الترحاب. باهي وليد ما يسالش، احنا مازال عندنا شويه وقت خلينا نحكيو فيه الموضوع هذا لانه مهم برشا. دقيقه في دقيقه ما يسالش علي المديني، موضوع مطروح على طاوله الاطار الفني فوزي البنزرتي والمدربين اللي معاه، موضوع رودريغو رودريغيز وموضوع تجنيس رودريغو رودريغيز. فوزي البنزرتي قال كاريموندي ما يحل المشكل القديم كان السيد هذا رودريغو رودريغيز. معناتها الناخب الوطني يمن بقدرات يمن وقع اقتراح عليه الموضوع وفوزي رحب وديجا الفكره موجوده عنده، فهمت؟ وتو فما اتصالات بين رودريغو رودريغيز وما بين الوكيل نتاعو البرازيلي، وقلت لك تو نجيب لك انا تسجيل اكد لي معناتها اللي فما اتصالات فما موجوده ما بين الجامعه التونسيه لكره القدم، لكن لهنا شي يلزم؟ يلزم وزاره الشباب الرياضه، وزاره الداخليه، وزارة العدل، هم اللي يسرعوا في الحكاية هذه، يسرعوا في يسرعوا في الموضوع هذا. عندنا مشكل، فضلنا قبل دوس سانتوس سيلفا وفضلنا خوزي كلايتن المشكل على الشيرة اللي صار مع رجيل مير نبيل معلول، وزينا كوب دافريك فرانسا 99% كلها ديزافريكا. أولا نأكدوا حسب كلامك وليد اللي تعرف أني للمنتخب الوطني التونسي يدرس وبقوة حسب كلامك وليد موضوع تجنيس مهاجم على ترجي رياضي التونسي رودريغو رودريغيز. فاتت دقيقة وفاتت دقيقة أكيد مازلنا مواصلين المشوار باش نرجعوا وليد نحكيو على مباراة الملعب التونسي واتحاد العاصمة الجزائري، لكن هذا بعد الأخبار. خليكم مع موجز الأخبار مع زميلتنا ملاك الدوزي، نرجعكم جديد.